التفجر والانفجارات، يعني ربما أطفال الشوارع قنبلة موقوتة، لو ما تمش إدارة هذه الأزمة والتعامل معها بالشكل المطلوب ممكن فعلا تنفجر في وشنا، ويكونوا هم واحد من أشكال وقود أعمال البلطجة اللي بنشوفها في كتير من الأحداث المؤسفة اللي شافتها مصر في الفترة الأخيرة. في مبادرات الحقيقة موجودة في هذا الشأن، مبادرات شبابية لكفالة حقوق وحريات هذه الفئة، لأن هي ممكن نقول إن هي مش جاني بس، هي جاني وضحية في نفس الوقت. صحيح، وفعلا ظاهرة أطفال الشوارع من الظواهر السلبية اللي بيعاني منها المجتمع المصري بشكل كبير، خاصة في الأيام اللي فاتت. ودايما حقيقة كنا بنلاحظ إنه البطل الرئيسي أو المتهم الرئيسي في معظم هذه الأحداث، بخلاف طبعا الطرف الثالث أو اللهو الخفي، كانوا هم أطفال الشوارع. يا ترى أطفال الشوارع بالفعل بيهددوا المجتمع أمنيا، ولا هم بكل الأحوال وبكل الصور ضحية هذا المجتمع؟ نشوف مع بعض هذا التقرير التالي. أطفال الشوارع ضحايا الفقر والمجتمع، هم أطفال مروا بأحلك الظروف التي قادتهم إلى ما هم عليه الآن، أطفال بلا مأوى أو هوية، تهدر حقوقهم في الحياة، يستغلون أبشع الاستغلال في الإجرام والبلطجة. تلك المشكلة التي نتجت عن ارتفاع معدلات الفقر وتدني مستوى المعيشة وظهور العشوائيات، حتى وصفت بأنها كالقنبلة الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة. ظاهرة أطفال الشوارع مشكلة باتت تؤرق المجتمع المصري، بل وتهدد استقراره في بعض الأحيان، وخاصة بعدما وجهت إليهم أصابع الاتهام في كثير من الأحداث التي مر بها الشارع المصري منذ ثورة 25 من يناير. ورجوعا بالزمن إلى الوراء، يتبين أن ظاهرة أطفال الشوارع قد بدأت في الظهور بشكل واضح في الشارع المصري في ثمانينيات القرن الماضي كانعكاس للتطورات الاقتصادية التي شهدتها البلاد آنذاك. ففي تلك الفترة بدأت معدلات البطالة في التزايد، واتسعت مسببات التفكك الأسري نتيجة لذلك، وفشلت جميع الخطط والاستراتيجيات في وضع حل ملموس لتلك المشكلة. وعلى مدى الأعوام السابقة تحولت إلى ظاهرة مخيفة باتت تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي في المجتمع، وازدادت خطورتها في ظل الأوضاع المتردية للبلاد، حيث ظهرت عناصر احترفت استقطاب الوافدين الجدد من الأطفال وإرهابهم لاستخدامهم في ارتكاب الأنشطة الإجرامية، فضلا عن تعرضهم للانتهاكات الجسدية. وحول أعداد أطفال الشوارع في مصر، يقدر البعض عددهم بما يزيد عن 1 مليون طفل، إلا أن الإحصائيات الرسمية لم تستطع تقدير عددهم بدقة نظرا لما تلاقيه المشكلة من إهمال، غير أنه من المؤكد أن تعداد هؤلاء الأطفال في تزايد مستمر. المبادرة اللي بنتكلم عنها مع حضراتكم النهاردة لدعم أطفال الشوارع فيها بعدين إيجابيين، بعد إن احنا نغير مصير أطفال الشوارع، والبعد الإيجابي اللي يمكن أكتر إزاي يعول على الشباب اللي جاي، إزاي فعلا تفعيل دور الشباب في المجتمع وفي الحياة السياسية ممكن ما يكونش أقوال بل أفعال في الفترة اللي جاية. معانا 2 من الشباب ممثلين للمبادرة، وهيكلموا معانا بشكل أكبر عن مشاكلهم وطموحاتهم وتطلعاتهم، وإزاي المبادرة دي ممكن تكلل بالنجاح إن شاء الله. برحب بسنت فتحي علي، هي متحدث إعلامي اسم مبادرة بني آدم وطالبة بالصف الأول الثانوي، أهلا بيكي. وبرحب بمصطفى سمير عبد التواب، خريج كلية الهندسة شعبة الميكانيكا والمشرف العام على المبادرة. صباح الخير، أهلا بيكم. صباح الخير وأهلا بيكم معانا. هبتدي ببسنت. صباح الخير يا بسنت وأهلا بيكي. في البداية عايزك تكلميني عن تفاصيل هذه المبادرة، مبادرة بني آدم، الملامح العامة لهذه المبادرة، الأهداف منها، الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها أو تبعتوها من خلال هذه المبادرة. هو الفكرة كلها في ان احنا فكرنا في ان اطفال الشوارع زي ما هم بيسببوا مشكلة جامدة قوي على الناس، وفي ناس كتير قوي مش حابين الظاهرة دي وبيبعدوا عنهم وحاجات كتير قوي، فاحنا كل الفكرة ان احنا كنا حابين الاطفال دي هي قنبلة ممكن تنفجر في وشنا، ممكن احنا نستغلها تنفجر لحاجة يعني في صالحنا. في كل الأحوال احنا محتاجينهم جدا، ومحتاجين أفكارهم وجهودهم، ومحتاجينهم في حاجات كتير قوي عشان نطلع بس لقدام. احنا حابين الفكرة عموما، احنا شغالين على محورين. أول محور توعية الناس
ان اطفال الشوارع هم احنا كنا سبب المشكلة اصلا، وتاني محور ان الاطفال نفسها تتأهل وتتعلم وحاجات كتير، بس اخر مرحلة خالص ان هي تتأهل ازاي تتعامل مع المجتمع ده، ومجتمع رافض الفكرة كومبليتلي. هو القرار للتواصل معاهم للاسف جه متاخر، وده بالتاكيد متسبب في مرارات كتير قوي زي ما انت بتقولي ان احنا ما لهمش على وصلوله، لان هم وصلوله ده ممكن يكون احنا حتى لو كنا مش قصدنا احنا اللي وصلناهم ليه. فمن خلال انتوا تواصلتوا بالفعل مع بعض اطفال الشوارع، فانا هرجع لك تاني عشان هي عايزه اتكلم على الجزئيه دي معاك لان هي مهمه جدا، لكن خليني اسالك يا مصطفى الاسم نفسه، يعني عنوان المبادره بني ادم معبر جدا، يعني قول لي كده انت قاريه ازاي الاسم ده، وازاي ده ممكن يعبر فعلا عن تطلعاتكم وخططكم ان المبادره دي ان شاء الله تكلل بنجاح في النهايه. تمام. بدايه كلمه بني ادم الاول جت كنا قاعدين في ميتنج شباب، احنا دلوقتي في مرحله اختيار الاسم، فكل واحد اختار اسمه وعملنا عليه فوت، كان من ضمنهم اسم بني ادم. فالناس لما سمعت الاسم بني ادم، هو اسم في حاجه كويسه بس هي ايه؟ بني ادم. اسمي ليه معنى انك انت بني ادم، انت ليك حق الادميه، مش كونك انك انسان يعني انك تعيش وخلاص، انك قاعد كده وخلاص، لا انت بني ادم لازم الناس تستفيد منك وتفيد الناس، لازم الناس لازم تطلع بناتج، يعني انت مش هتفضل عايش لوحدك، مش هتفضل عايش لنفسك. كلمه بني ادم عموما لخصت كل الكلام ده، ان طفل الشوارع حقه ان هو يبقى بني ادم ويكون عنده نفس الحقوق وبعد كده عليه نفس الواجبات. تمام. انت الفكره كلها انك ما تطلبوش بحاجه غير لما تديه، اديله كل حاجه، عرفه يعني ايه تعليم، عرفه يعني ايه ازاي يتعامل مع الناس، ازاي يشتغل، ازاي يكسب بايده في عمل ما يضرش غيره، ازاي يكون قاعد في مكان ليه خاص بيه هو، ازاي يعمل الشغل بتاعه هو اللي يبدا فيه، مش مجرد الناس اكبر منه تستغله، زي ما احنا نزلنا شفنا ناس كتير قوي بتستغل اطفالها، مش حتى ناس ما تعرفهاش، لا اطفالها ذات نفسها، بنته مشغلها، لا يعني بنتك المفروض تبقى بني ادمه. بس احنا حقيقة مصطفى يعني طبعا هذه المبادرة لها كل التقدير والاحترام منكم، خاصة ان هي مبادرة شابة، يعني انا عايز اعرف في الاول ان انتوا تواصلتم او اجتمعتم مع بعض ازاي، يعني بس انت في اولى ثانوي ومصطفى متخرج من الهندسة، ولو حد حابب ان هو يشارككم في هذه المبادرة او يتواصل معاكم او يقدم خدمات لاطفال الشوارع، تواصلتم مع بعض ازاي؟ تمام. الفكرة كلها كانت حوالي سنة كنا شغالين، انا كنت شغال في جروب اسمه اف 5، كنا شغالين كاستيونت اكتيفيتي ان احنا نازلين طلبه المدارس نعلمهم تكنيكال كورسز ونون تكنيكال كورسز، ازاي تشتغل معاهم. فدي كانت بدايه اف 5، كانت هم كانت الطلبه دي اللي كنا شغالين معاهم في اف 5، فكان مطلوب منهم في اخر السيزون مطلوب منهم ورك شوب، حاجه عمليه المفروض ان هم ينزلوا عليهم، المفروض ان هم ينزلوا عليهم. فكان في افكار كتير قوي، زي مثلا فكروا في فكره احنا هم ليهم فكره هم ليهم حريه الاختيار، فكان ليهم ضغط افكار مثلا زي حمله الالف كتاب، ان هم ينزلوا يوزعوا كتب ويعرفوا الناس يعملوا تشينج الكتب مع بعض. وكان حمله ثانيه بني ادم، الحمله الثانيه اللي هي اطفال الشوارع، هم حبوا قوي فكره اطفال الشوارع ان احنا ننزل يوم، نحدد يوم كده مع بعض ننزل فيه، نكون كلنا متفقين عليه، نتفق على مكان معين ننزل نشتغل حمله توعيه للناس. لما نزلنا صدمنا صدمه فاجعه. نزلنا لقينا الموضوع شعب قوي، الموضوع ليه جذور تحت قوي، مش حاجات سطحيه ان انا هعرف ده يعني ايه، ده طفل شارع. صدمنا من اراء الناس اللي يقول لك لا ده واحد بلطجي، ده واحد. انتوا نفسكم ما كنتوش خايفين؟ طبيعي جدا انك تخاف، لانك نازل كنت نازل من غير تصريح، انك نازل تصريح انت، فانت نازل حمله توعيه، انت بتعمل حاجه كده لوجه الله، بتعمل حاجه كده عشان بلدك، بتعمل حاجه عشان انت هتستفاد قدام كبلد، وانت واحد من ضمن البلد، فمن بلد تستفاد انت كواحد منها هتستفاد. حاجه تانية، اول ما نزلنا ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي في الشارع ده؟ فما اكتفيناش ان احنا ننزل يوم، ما اكتفيناش اليوم واحد مش كفايه، فضلنا مكملين وقلنا هنعمل اكتيفيتي تانية لوحدها بني ادم. بتقلي بقى باصرار ان انتوا تكملوا المهمه الان. الموضوع طبعا هرجع لك يا فسانتو، السؤال اللي كنت عايز اساله لك، يعني انطباعاتك ايه من خلال يعني بعض شرايح اطفال الشوارع اللي اتعرفتوا عليها؟ هل البعض بيكون مستعد، البعض لا؟ هل ممكن يتقسموا في ما فيش منه امل خلاص صعب تقويمه، وفي ممكن يكون بذره جيده لانسان لمواطن صالح في المستقبل؟
لا لا، هو مفيش حاجة، مفيش حاجة اسمها مفيش منه قبل. هو بيتقسموا، في ناس احنا قابلناها وشفناها عندها استعداد قوي، وأطفال متضايقة جدا لأن هم بيتعلموا بس زمايلهم في المدرسة بتقول عليهم لا هم أطفال شوارع فبيبعدوا عنهم. وفي ناس تانية هي دماغها هم نازلين بيجيبوا فلوس لأهليهم، بيتعاملوا كل حياتهم بالفلوس، فهي دي حياتهم وهو ده فكرهم. هم بيتقسموا لكذا شريحة، لكن ما فيش حاجة اسمها ان لا ده خلاص ده ما فيش منه عمل. كلنا في مننا عمل وكلنا بنبقى عايزين دايما نتغير للأحسن. هو لو أهلهم هم اللي بيشغلوهم طبعا دي مشكلة برضو، لأن عملت الأطفال مرفوضة تحت سن معينة، لكن الخوف أكتر إن حد يستغل حاجتهم ويأسهم إن هو يشغلهم في أعمال منافية للقانون. إحنا شفنا أطفال كتير قوي أهليهم هم اللي نزلينهم ومشغلين معاهم أصلا. هم بيقولوا لهم روحوا لده وروحوا لده، بيعوا لده مناديل، هاتوا من ده، عمل تسول كتير يعني، هاتوا من ده أكل فلوس. تمام. طب مصطفى حضرتك كنت عايز أسألك على كيفية التواصل مع أطفال الشوارع، لغة الحوار معاهم شكلها ازاي؟ يعني يمكن زي ما قلت في البداية انه البطل الرئيسي او المتهم الرئيسي اللي كان بيبقى موجود في معظم الاحداث الدموية اللي شهدتها مصر في الفترة السابقة كانوا اطفال الشوارع. ازاي بتتواصلوا معاهم؟ يعني فكرة ان انتوا تكلموهم عن، في ناس زي ما انت بتقول افكارها صادمة تجاه اطفال الشوارع، في ناس بتقول دول بلطجية، في ناس بتقول دول ناس ما عندهاش انتماء او ولاء او حب لبلدها، ازاي تخرب، ازاي تدمر، ازاي تحرق في البلد. اذن ازاي ان انا اخاطب طفل الشارع بمفردات الولاء والانتماء؟ هذه المفردات تبدو غريبة او غير مألوفة بالنسبة له، او مفردات اشبه بانها مفردات ساخرة او كوميدية بالنسبة له. ازاي اكلمه على حبه لبلده وهو اساسا مش عارف يعني ايه بلد؟ اذا لغه الحوار مع طفل الشارع بيختلف عن لغه الحوار مع اي شخص اخر. تمام. هبتدي بس بدايه لورا شويه. ابتدينا احنا في التيم نقسم التيم لتو كوميتس. تو كوميتس بتاعتنا كان في اطفال شارع وناس عاديه. الناس هتشتغل مع الناس العاديه والناس هتشتغل مع اطفال الشارع. الناس اللي هتشتغل مع اطفال الشارع كان ليهم كورسات معينه غير الناس العاديه. لغه الحوار، لغه البرزنتيشن بتاعتك، لغه الكرياتيفيتي، انك تشتغل بكرياتيفيتي بحيث انك تشتغل بسرعه جدا، تعرف تتصرف، ازاي تعرف تتكلم، ازاي تبرزنت الشغل بتاعك. كان في ناس جت ناس من جامعه عندنا واشتغلوا في الموضوع ده، ادوهم كورسات، كان زي ضياء وكان زي محمد صلاح، ناس كتير اشتغلت. دلوقتي يا مصطفى شايفين يعني تواصلكم في الشارع وفي الميادين معاهم دلوقتي، احنا بنعرض على الهوا دلوقتي، اتفضل يا مصطفى كمل. ناس كتير اشتغلت مع زمايلنا في التيم على موضوع ازاي انك تتكلم. ابتدينا نعمل بروفات كتير قوي، نشتغل نكلم ناس، ننزل حملات توعيه الاول عشان نعرف الدنيا ماشيه ازاي. طب اطفال الشوارع نفسهم كمتلقي، هل العمر بيختلف؟ يعني مثلا اللي عمرهم اصغر او احدث نسبيا بيكون عندهم استعداد ان هم يتفاعلوا معاك اكتر من اطفال الشوارع اللي بقالهم في الشارع مده اكبر وممكن يكونوا استغلوا في اعمال غير قانونيه؟ سواء كانت بلطجه، سرقه، نشل، تسول في حد ذاته اكيد برضو ممارسه سلبيه. تمام. احنا برضو كتيم عندنا اشتغل، حبينا نشتغل في الاول على اطفال الشوارع من سن 7 ل10 سنين، سن صغير شويه بس انت تعرف تاثر فيه. مفيش حد ملوش دخله. عشان تعرف تكلم حد لازم تشتغل على النيد بتاعته، تشوف النيد بتاعته ايه، كان النيد بتاعته احتياجاته ايه؟ احتياجاته. تشوف هو عايز ايه. في ناس كانت النيد بتاعتها تعليم، كان في واحد تقول لك كان ليا طلعت الصوره دلوقتي، انا عايز اتعلم، انا سبت المدرسه. سبت المدرسه ليه؟ ما فيش، بابا مش معاه فلوس وانا سبت المدرسه ونفسي اكمل تعليم وصحابي كانوا بيتريقوا عليا. طب ليه؟ عشان انا مش معايا فلوس اكمل. فانت لما تشتغل على النيد بتاعت التعليم هم كملوا عليها. دي حاجه ممكن تلعبي عليها حلو قوي. كل واحد، كل طفل وليه النيد بتاعته، كل واحد وليه الدخله بتاعته. كان في اطفال يقول لك لا انا حابب المكان اللي انا فيه. فانت حابب انك لازم تقارنه بحد تاني، لازم تحمسه. طب ليه ما تبقاش كذا؟ ليه ما تبقاش كذا؟ طب كان في واحد بيقول لي انا عايز فلوس، فقلت له بص انا هديك كل اللي انت عايزه بس تسمعني 5 دقايق. قال لي خلاص ماشي. فقمنا قاعدين كده، كان في محطه اتوبيس قعدنا فيها. انا اسمي كذا وانت اسمك ايه؟ تعرفت عليه. حسيت ان هو ممكن يجي منه. في الاخر بعد ما اتكلمنا كل الكلام ده، انا مش عايز فلوس، انا نفسي ابقى كذا 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 كذا.
بأي نسبة حسيت عند الغالبية إن نسبة البني آدم طاغية أكتر من التوحش اللي ممكن يكون حصل بفعل وجوده في الشارع وبفعل احتياجاته اللي محدش بيلبيها له في النهاية؟ هي ممكن تكون نسبة 100%، بس الفكرة كلها في القشرة اللي موجودة فوق، إزاي تشيل القشرة دي؟ القشرة دي كلها هي اللي شايلة 100%، هي تحتوي 100% كلها. عرفت تخترق القشرة دي وتخش له في 100% هيبقى معاك طبيعي. طيب احنا معانا مداخلة من دكتورة عزة قريم الأستاذة بمركز البحوث والدراسات. دكتورة عزة صباح الخير وأهلا بيكي معانا. احنا حقيقة معانا بعض الشباب اللي قاموا بمبادرة بني آدم، حقيقة عايزة أعرف رأيك في هذه المبادرة وغيرها من المبادرات الشبابية اللي بتحاول بشكل أو بآخر استيعاب واحتواء أطفال الشوارع. الحقيقة احنا محتاجين في المجتمع إلى هذه المبادرات، وكل ما زادت المبادرات كل ما كان عندنا أمل فعلا في أننا نعالج هذه المشكلة. الحقيقة أنا سمعت الكلام اللي اتقال من الأستاذ اللي اتكلم دلوقتي، أنا سعدت بيه جدا، لأن لقيت الـ يعني احنا عملنا كذا دراسة ميدانية على أطفال الشوارع وخدنا يمكن فوق 2000 طفل بنسألهم. النقطة إن كان إحنا في وادي والأطفال في وادي والمؤسسات في وادي تاني. لأول مرة أسمع شخص بيقول إحنا بناخد كل طفل وحسب احتياجاته بنديله هذا الاحتياج، مش مجرد برنامج في مؤسسة يطبق على كل الأطفال. وبالتالي أنا عايزة يا ريت نقول هو ده المفروض الأسلوب اللي هو متبع ولازم يتبع في المؤسسات حتى نجذب أطفال الشوارع. فالمبادرات دي ميزتها بتنزل للطفل وبتسأل الطفل وتحاول تعالج بالشكل الواقعي الحقيقي اللي بيجذب طيب دكتور عزة، بما ان حضرتك كنت متابعة جزء من كلام مصطفى، الحقيقة انا قلت له انت حسيت الغالب عند بعض اطفال الشوارع صفة البني ادم بادميته وانسانيته ويعني متبقي مشاعر عنده، ولا توحش بفعل عدم تلبية مطالب وجوده في الشارع لفترة طويلة خلاه فريسة مرارات كتير جدا؟ قال لي احنا بنشيل، لو نجحنا احنا نشيل القشرة الخارجية ده هيكون بداية الطريق. رأي حضرتك ايه في الكلام ده؟ وبعد ما نشيل القشرة ايه الخطوات المفروض تبني بعد كده؟ هي النقطة ان هو اللي انا اللي سمعته ان هو عمل تجربة على اطفال من سن 7 إلى 10 سنين. حقيقة طبعا هذا السن سن جميل جدا وقابل للتغيير لو فعلا شلت القشرة وقال لك 100% النتيجة، وبعد كده اديله اللي هو عايزه. يعني حتى لو بيتحط في مؤسسة لازم الاسرة تتنوع زي الاسرة، يعني عندك ابن في كلية كذا، ابن عايز تعليم كذا، الى بتدي كل واحد حسب الاحتياجات. وده يبقى دور المؤسسة لان هي في النهاية لازم يروح مؤسسات. نعم دكتورة عزة، يعني حقيقة دكتورة عزة يعني نحن لا نقلل الهمم أو الحماس، ولكن حقيقة للأسف هناك الكثير من المبادرات أو ربما الندوات أو المؤتمرات اللي بتعقد بهذا الشأن، ولكن في النهاية ربما يرى البعض أن هذه المبادرات عاجزة بعض الشيء أو غير قادرة على استيعاب أو احتواء أطفال الشوارع بالشكل الملحوظ وبالشكل الملموس والمطلوب. في رأيك المشكله في ايه ومين المسؤول عنها؟ لا ما انا هقول لحضرتك حاجه، ده طبعا لازم يحدث هذا. خلينا واقعيين، المبادره عندهم امكانيات منين؟ المفروض يبقى في لينك بين المؤسسات والمبادرات دي، وتيجي المبادرات تقول للمؤسسات اللي بيروح لها يا جماعه غيروا اسلوبكم الى الاتي. لازم يبقى في هذا، يعني دي هم بيعملوا الميداني وبيشوفوا العيال عايزه ايه، انما لازم امكانيات كبيره، ودي امكانيات دوله موجوده وامكانيات جمعيات اهليه، ولكن لن تستطيع المبادره انها تعالج المشكلات. هي بتوضح لك المشكله واسلوب المعالجه، لكن المؤسسات والجمعيات هي اللي هتقوم بالعلاج. لكن المبادرات دي لو استمرت عمليه مهمه جدا لانها بتديكي الحل السليم. الحقيقه احنا المفروض نعمل على اكتر من جبهه دكتوره عزه، يعني اعمال فرديه، اعمال تكافليه، تكون من شباب، تكون من متخصصين، يعني لو المنظومه كلها اكتملت بتاكيد اوضاع اطفال الشوارع هتكون افضل من كده بكتير. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بس في حاجه بفضلك سريعا يا دكتوره اتفضلي. كل هذه المبادرات جميله جدا ولكن لازم التعاون من المؤسسات الحكوميه والاهل. صحيح دكتور عزه كريم استاذ الاستاذ بمركز البحوث والدراسات، شكرا جزيلا لحضرتك. وارجع لك بقى يا بسنت، الحقيقه انا في صوره مش عايزه تسيب خيالي،
قبل ما اقول لك على الصوره عشان الصوره هتطول شويه، خلينا نقول احنا بنترقب وصول